حضرتك حضرتك بتختاري ضيوف الصالون بعناية دقيقة، والصالون النهارده بتستضيفي فيه المهندس منير غفور علشان يتكلم عن رحلة العائلة المقدسة في مصر ولمصر. ليه حضرتك اخترتي الجزئية دي بالتحديد، وإيه اللي حضرتك تحبيه بقى تقوليه عن رحلة العائلة المقدسة في مصر؟ بس هو في ضيف تاني كمان حضرتك هنتكلم عنه. النهارده اخترت ضيفين كريمين على صالوني، والمهندس منير غفور رجل الاعمال الشهير ورئيس جمعيه الحفاظ على التراث الوطني، والشيخ المستنير الازهري محمد عبد الله نصر. وحبيت اغتنم هذه الفرصه القصيره بين سجنين، يعني لا قدر الله ولا سمح هو خرج طبعا من السجن على ذمه القضايا التهديدية التي رفعت ضده، و حبيت النهارده يكون ضيفنا، وهو للاسف النهارده في الاستئناف في المعارضه في الاستئناف الجزئي، اخذ تاكد الحكم بخمس سنين اخرى، لكنه التزاما لانه رجل محترم هيجي الصالون ان شاء الله ما يكونش وداع، يعني ان شاء الله يكون في جلسه اخرى. و انا اثق قضاء، وانا هقول كلمه النهارده ان انا واثق في ان قضاء الشريف وقضاء مصر وقضاة مصر احفاد ماعز سوف يردون الحق لاهله، وسوف ينتصرون لرجل اراد ان ينتصر للوجه الحقيقي المشرق للاسلام، وليس لمن شوهوه وادعوا على الرسول اشياء ونسبوا له احاديث تخالف القران. ابسط شيء لا يمكن يعقل بشري ان يصدق ان حديثا للرسول قد يخالف القران الاسياح. وانا بعتبر ان هذا مشروع يخصني بشكل خاص، لان انا من سنه 2003 وانا انادي على تعاقب كل الرؤساء وكل الحكومات بان يكون 1 يونيو من كل عام عيدا مصريا واجازه رسميه مصريه، لانها تواكبت مع هذا العيد الزمن يتواكب مع زياره العائله المقدسه السيده العذراء وابنها رسول السلام السيد المسيح عليهما السلام الى ارض مصر مع القديس يوسف النجار، وكيف انهما او انهم بقى تلك العائله الصغيره هربت من هيرودس ومن القمع في بلد في بلدهم المعاصره في فلسطين، ولم يلجوا. هو يعتبر السيد المسيح اول لاجئ سياسي في التاريخ، اول لاجئ سياسي، اول لاجئ طفل، واول لاجئ ديني، واي ارض اختار ارضنا كريمه، ارض طيبه، ارض مصر التي تشرفت بان وطاها تقريبا معظم الانبياء والرسل. فكيف نحظى نحن مصر بهذه الفراده وتلك الاستثنائيه النادره على مستوى العالم كله، ويكاد يعني العوام لا يعرفون هذا الامر. الناس تقول لك شجره مريم ومش عارف يعني ايه شجره مريم، ناس تقول لك مش عارفه البئر المقدسه ومش عارف يعني ايه مقدسه، مش عارف حتى مصاري العائله. لازم ان تدرس هذه الامور في المدارس، ويجب ان تعتبر هذه الرحله المزار من رفح لغايه ما نزلت وشرقت شرقا وغربا. كل سنه على فكره بكتب الرحله وتاريخها بالظبط وراحت فين، وكلما كانت السيده مريم تطأ ارضا كانت تنفجر من تحت اقدامها ازهار البيلسان، الى ان نزلت الى اسيوط ثم عادت الى قضاياها. يجب ان يتعلم المصريون